مش عم تفهم. بدودار هيدا محمد بدودار. Thank you.
يلا مساء الخير، مساء الخير لكل اللي عم يشوفونا عبر شاشة الوان تي في. رح نكون احنا وياكم ببطولة الاندية العربية ال 31 اللي عم تلعب على ارض بيروت. هذه ما صارت من 2009، كنا قبل شفنا بطولة الاندية العربية. رح نبدا احنا وياكم مع النشيد الوطني الاعز والاحب لنا، النشيد الوطني اللبناني. نشيد وطني لبناني، شفنا جمهور من الهومنتسمان اللي عم بيلعب اليوم المباراة الأولى، مباراة الافتتاح اللي عم بيلعبها ضد سلم المغرب، الفريق جمعية سلم المغرب. المباراة اللي راح تكون الافتتاح، المباراة اللي صارت إذا بتتذكروا السنة الماضية اللي ربح فيها الهومنتسمان بطولة الأندية العربية، كانت الفاينل. هلا افتتاح بطولة الأندية العربية مع الفريق اللي عم تشوفوا لابسين الفريق اللباس الأسود، هن فريق الهومنتسمان اللباس الأحمر، جمعية سلا المغرب. والنشيد الأحب كمان لكل الجمهور يلي موجودين من الهومنتسمان بأرض الملعب، ملعب بلدية الشياح اللي عم نشوف فيها ونشهد بطولة الأندية العربية اللي عم تلعب على أرض لبنان من بعد ما كانت لعبت آخر مرة من 2009. حامل اللقب يلي هو بطل الأندية العربية لعام 2009 2017 2018.
والاحترام من كل الجمهور اللي موجود لفريق المغرب. راح نكون احنا وياكم بداية مع رئيس لجنة كرة السلة بالهمان من كيمان وكيا يلي انا وياه التقينا عدة مرات. ما بتعرفوا قديش فرح لي قلبي انه كون موجود ببطولة الاندية العربية، قديش سمعني كلام حلو هذا الانسان النشيد الوطني. افتتاح بطولة الأندية العربية 31 النشيد الوطني اللبناني. خلص بعد فقرنا سمعنا مرتين شو هلا على شهر هذا كيمان وكياي اللي هو رئيس لجنة كرة السلة بالهومنت من كي. أنا مبسوط فيه كثير، من الموسيقى للرياضة للوطنية لكل شيء موجود فيك. هالفريق اليوم بيشبهك وبيشبهنا. خبرنا بطولة الأندية العربية، رأيك بفريق الهومنت من هيدي افتتاح كنت السنة الماضية بالفاينل 100%. توني أول شيء نحن أنا كثير مبسوط إنه الكومباك تبعك اليوم كانت على ماتشنا، وهيدا فعل خير إن شاء الله يكون على نادي الهومنتمان. إن شاء الله كثير مبسوطين إنك رجعت على الباسكت. نحن كيف ما بتعرف نحن بطل عرب واليوم عم نقاتل بكل قوتنا، وغريب إنه أول ماتش هو تقريباً ماتش فينال عم نلعب اليوم، فإن شاء الله خير ونحن رح نعمل وير جوينغ تو دو أور بيست تو وين ذا جيم. يعني هن مبدئياً موجودين بنفس المجموعة الهومنتمان وصلا من المغرب، يعني في بعدين بده يتلاقوا ما بيتلاقوا مع بعض مبدئيا اذا كملوا بيقبل ديبندز على ديبندز. بس اكيد يعني هلا هيدي سيف ذو حدين، يعني اكيد نحن بهمنا نكون مع فريق قوي، بس اتحاد اسكندري كمان عم نشوفه عم بيعمل شغل حلو كثير اليوم. حضرنا الماتش انا بتوقع انه يعملوا نتيجه كثير كبيره، واكيد نادي بيروت ما بدنا ننسى يعني اللي عم بيمثل لبنان كمان. سو جود لك لنادي بيروت ونادي الهومنتمان، يعني لنقدر نعمل ان شاء الله نكون بالفينال بيناتنا على ارض نادي بيروت من الشياح مباشره بلديه الشياح الملعب البلدي اللي موجود هون. راح نكون احنا وياك بدايه مع هالمباراه. هيدا الافتتاح وهيدا الخير وهيدا وجه الخير من ديما. ثانك يو فيري ماتش. انا وياك راح تزهق مني هلا. لا لا ابدا. صار المغرب والنتيجه هي 4-2 لصالح صلع على الهومنتمان بدايه، والكوارتر الاول very nice shot. فريق صلاح المغربي يلي فريق كثير قوي المباراه، مثل ما بنذكر انه هيدي المباراه اللي صارت السنه الماضيه صارت مباراه الفاينل، اليوم عم تكون الاوبننج تبع بطوله الانديه العربيه. طابه لصالح فريق صلاة المغربي مباشرة. احنا وياكم على الوان تي في عم تابع افتتاح بطولة الاندية العربية و سلة تتسجل للرام 22 موسى عبد العليم. موسى عبد العليم لاعب كثير مهم بصلاة المغرب، وصلاة المغرب كان اخر 7 مرات ربحان بطولة المغرب والدوري بكرة السلة، كان حظه عاطل من 2014 لل 2018 ببطولات الاندية العربية، بس هو حامل لعب بطولة الأندية الأفريقية. صلاة المغرب واس فاول لصالح نمبر 8، والبارود كان يحمل نمبر 8، بس اللي عم تشوفوه هلا بعد احلى بكثير كمان بلعبه الي رستم، باخلاقه، بكل شيء عنده اياه، بهالاندفاع اللي عنده اياه والشغف للباسكت بول. لاعب من افضل لاعبين لبنان ومنتخب لبنان الي رستم. فرصه لحتى نعدل النتيجه، اول وحده ما بتتسجل، والنتيجه 6-4 لصالح جمعيه صلاة المغرب على الهومنتمان. ثاني وحده بتتسجل من الرستم، ونتيجه 6-5 لصالح المغرب على لبنان. الهومنتمان حامل لاعب الدوري وبطل لبنان بافتتاح بطوله الانديه العربيه 31 اللي عم تصير على ارض بيروت. ريباوند فيري نايس ريباوند كريس جونسون بالريباوند ولا 3 بوينتس اوت. طابه لنشوف لصالح مين. طابه كانت هون مبينه بس الحكم بيعطيها لصالح صلاة من المغرب، بطل المغرب وفريق كثير مهم عم يشارك ببطوله الانديه العربيه.
6 5 تقدم 1. وعم نشوف الاول كوارتر عم يلعب كثير عم يتحركوا بشكل كثير سريع فريق صار المغرب. وجود ديفنس من الهومنتمن. الاوفنسيف ريباوند ما لازم يكون اوفنسيف ريباوند، لازم يكون في بوكس اوت لبرا تنعمل مضبوطه من الفريق الهومنتمن يلي عودنا على دفاع كثير مهم. 3 بوينتس والنمبر 22 سجل 5 نقط بظرف دقيقة وشوي. نمبر 22 موسى عبد العليم. نمبر 15 يا اللاعب كمان تعرفوه كلكم والتر هاتش اللي عم يلعب مع الهومنتر على 3 بوينتس. بوم وصل لي حلو كثير للهومنتمن. ثري بوينتس لباتريك وعبود كمان على ثري. اوهو مش عم يتهدى مش عم يتهدى نمبر 22 موسى عبد العليم. صار عاطي 8 بوينتس يمكن بظرف اقل من دقيقتين. عم شوف بيلعب بايد الشمال كمان نمبر 3. اوهو يس باتريك وعبود 2 3 بوينتس ب 20 سكندز. والملعب ببلدية الشياح ولع شرط على 3 بوينتس باتريك وعبود. 3 3 بوينتس هومنت من 13 12 لسلم المغرب كمان على 3 بوينتس ريباوند بهالوقت لكريس جونسون. والتر هاتش اللي عم نشوف السلة اللي بتنحط داري بيد شمال بكمل درايف على السلة بوم 2 بوينتس لوالتر هاتش عمره 32 سنة بيلعب بتعرفوه مع الهومنتمن. والنتيجة اللي هي 15-12 تايم اوت وقت مستطع بهالوقت لصالح الفريق المغربي من سعيد البوزيدي. الهومنتمن اللي عم يلعب بداية بطولة الأندية العربية 15-12 والنتيجة 3 نقط فرق للهومنتمن. والفريق اللي عم يلعب مع الهومنتمن اللي رستم والتر هاتش اللي ستيفان مدريب عبود وكريس جونسون. لعبة حلوة من فريق صار المغرب وبلوك شوت فاول والخطأ. فيري نايس بلاي من رام 9 اللي ستيفان يلي عمل بلوك شوت وبياخذوا فول رمتين على الفري ثرو للنمبر فور. نمبر فور اللي وراه مرمى عبد الرحيم نجاح. هو ايضا بلاك شوت حلو كثير من الي ستيفان. نمبر فور بسجل بقرب النتيجه بيقلص الفرق ل 15-13 15-14 لصالح الهومنتمن على سلم للمغرب. بطولة الأندية العربية هي المباراة اللي عم تنلعب قبل تأثير المباراة. فاول لصالح اللي رسم على اللعب رام 22 موسى عبد الحليم. موسى عبد الحليم من المغرب. والفريق المغربي بس بدنا نلفت نظر انه كمان في هالنقص اللي موجود عنده لعبد الكريم زويطه اللي هو من افضل لاعبين بالمغرب المنتخب والفريق.
عبد الكريم زويتا يلي متمنى له كل الشفاء، عنده الاي سي ال كات يعني الرباط يلي هو الليغامان كروزي. ثاني واحدة اللي رسته مسجلها والنتيجة 16-14. كريم زيدان بفوت بالوقت وبيطلع الي ستيفان. محاولة من سلا المغرب نمبر 5 بجرب يخدع على 3 بوينت بفوت درايف نايس والطابية لصالح الهومنت من كريم زينون بفوت بالوقت محل الي ستيفان نمبر 7 والتر هودج يلعب جرب يخدع على 3 بوينت هودج ريباوند بضل لصالح الهومنت من ريستو مع الهودج زينون بجرب يفوت على السلة بخدع فاول خطأ فاول على اللعب رقم 4 عبد الرحيم نجاح من فريق سلا المغرب النتيجة 16-14 باقي 3 دقائق و 46 ثانية لنهاية الكوارتر الأول من المباراة فاول خطأ لصالح النمبر 7 كريم زينون فريق سلا المغرب اللي هو مكتمل زينون على الفري ثرو أول واحدة ما تفوت فرصة لحتى نتقدم بالنتيجة للثلاث نقط تصير الفرق لصالح الهومنتمن 3 minutes 46 seconds لنهاية الكوارتر الأول واحدة من اثنين لكريم زينون نايس درايف كان فات فيها على السلة نتيجة 17-14 بقي 3 دقائق و 40 ثانية لنهاية الكوارتر الأول. مباراة عم يلعبوا وترن اوفر لصالح الهومنتمن كريم زينون بكمل للريستو يلي بفوت على السلة بيعطي على الطي حلوة. خدها تيك ات تيك ات كمان. على 3 بوينتس ما بحطها عبد العليم تحت السلة جود ديفنس بمحط طبعا لصالح النمبر 5 اللي هو ياسين هذا ياسين عم نشوفه قدامنا حط نقطتين نتيجه 17-16 تقدم نقطه واحده للهومنتمن جون جايس اللي عم نشوفه قدامنا مدرب فريق الهومنتمن حامل لقب بطوله لبنان وبطوله الانديه العربيه 30 اللي صارت السنه الماضيه زينون هاج اللي رستم نمبر 8 بينعمل له جود باس نمبر 14 ما بيحطها جيرو حديديان يلي بيفوت بالوقت للهومنتمن ويل سالمان نمبر 5 بجرب ياخذها على 3 بوينتس ريباوند لكريس جونسون والتر هاج يفوت على السلة ما بتحسب عليه خطأ ريباوند جود ريباوند من سلا المغرب ياسين بيعطي نمبر 17 اللي هي هو ويل سالومون يلي لعب قبل كمان لعب الـ NBA سالومون بيعطي باس طابة الفايوليشن 24 سكندز 17-16 نقطة واحدة لصالح لومانتمان مع جون جايس اللي عم يعطي التعليمات عم شوفوا قدامنا لايف عم شوفوا هالمباراة مباشرة على الوان تي في بطولة الأندية العربية اللي عم تصير ببيروت آخر مرة كانت صارت بال 2009 رجعت لحتى تكون على أرض بيروت وأرض لبنان مع فريقين مشاركين من لبنان لومانتمان عم شوف مباراة هلا أنا علي رستم والمباراة الثانية رح تكون لنادي بيروت ضد رح تكون مباشرة على الام تي في على 9:30 ووكينج هاي فيها ووكينج ولا شو؟ فاول الحكم بيحسب فاول على كريم زينون نمبر 7 عم شوفوا قدامنا كريم زينون من الهومنتمن عم نشوف على العرض البطيء
عمل فاول بعدها كان يعني لو ما قرب وعمل فاول عليه هذا الاحتكاك كان في كان في يعني هيك نوع من الوومبينج. اول وحده على الفري ثرو لريب رقم 10 محمد دودار من جمعيه سلا المغرب. نمبر 5 ياسين اللي على حرك طابه بشكل منيح على 3 بوينت. نمبر 6 ما بيحط هاتش بكمل فيها بطريقه سريعه على حلوه. جول تندينج حكم هي ايه ماما هلا ارجعوا شوفوه على البطيء انتم هلا بنرجع من مره بنشوفه على البطيء بتشوفوا الطابه اللي راح فيها على 2 بوينتس ريباوند لفريق سنة المغرب. عم تشوفوها انتو عم جا نشوفها سلو موشن. انا شفتها جول تاندينج. انا يعني متواضع كثير بس انه جول تاندينج. اوكي ما انحسبت النتيجه 17-17. 1 مينت 12 سكندز ليفت المباراه اللي عم تلعب. الحكم هون بال تكنيكال فاول لصالح فريق صلى المغرب على الهومنتمن. اول واحد ما بفوت على الفري ثرو. بوسيشن من برا لصلى المغرب 17-17 دقيقة و10 ثواني. طابي اوت لصالح الهومنتمن الكوارتر الاول نتيجه 17-17 مباراه كثير حلوه عم تلعب بين الفريقين اللي عم تكون هومنتمن وسلا بطل المغرب. جمعيه سلا اللي تلاقوا مع بعض هومنتمن وسلا المغرب السنه الماضيه ببطوله الانديه العربيه وكان ربح الهومنتمن بطوله الانديه العربيه لاول مره بتاريخ الهومنتمن وكانت النتيجه كثير مهمه للبنان ولفريق الهومنتمن اللي لعب كمان تيرن اوفر لصالح كمان ترجع تيرن اوفر اثنين ورا بعض. حلو وات ا بلاي شو هاللعبه الحلوه يلي صارت من والتر هاتش لكريس جانسون. شوفوا ده سلي بكمل فيها بيطلع دان يس بوم. هيدا الدانك اللي عم نرجع نشوفها بالتقنيات العاليه والكاميرات والتقطيع جورج خليل رائع. عم بقول لك بدي لعبك معه جورج الله والاخراج اللي بياخد عدو كل التيم هاي ما بتزبط. جود وان 40 سكندز نتيجه 19-17 20-17 لصالح الهومنتمن. فاول بنشوف الفاول اللي ينسى يمكن لصالح رقم 11 يلي هو سيباك كتنجيا. طب الى سلام للمغرب سلا يلي مع لعب رقم 7 زكريا المصباحي تحت السلة بتنحط بطريقة سهلة نمبر 15. الكورتر الأول بيخلص نتيجة 20-19 لصالح الهومنتمن على السلة من المغرب. Thank you.
احنا بيكون مع التعليمات اللي عم تكون مع المدرب سلم المغرب المباراه اللي عم تكون الدور الاول نتيجه 20-19 نحن وياكم على الوان تي في مباشره مع فريق لبناني حامل بطوله الدوري اللبناني الهمام انا بيلعب مع سلم المغرب يلي كمان من الفرق المهمين جوب جايس عم يعطي التعليمات لحتى يفوت الفريق الهومنتمان ثلاثة يلي عم نشوفهم قدامنا الحكام يلي هن سفيان سيوسف محمد منشاوي وابراهيم الشحمي هن الحكام يلي موجودين على ارض الملعب بداية الكوارتر الثاني نتيجة 20-19 لصالح الهومنتمان على جمعية سلا المغرب ببداية مباراة لفريق لبناني عم يلعب اللي هو الهومنتمان جمهور كبير عم يحضر المباراة بريزيدان نديم حكيم وجوزيف عبد المسيح اللي موجودين لنادي بيروت قديش عم يعملوا عم بيساعدوا نادي بيروت قديش عم يعطوا ويحطوا من قلبهم موجودين اليوم مع فريق نادي بيروت اللي رح يكون مباشرة على الام تي في بعدين مباراة كمان الافتتاح ضد الاهلي من سلطنة عمان على 3 بوينتس ريباوند نمبر 11 سيفاكا تنجيا جونسون لاعب الارتكاز اللي عم يلعب مع الهومنتمان باتريك وعبود على النقطتين نمبر 3 جود شوت باتريك وعبود كمان الريباوند اللي بيجيب سيفاك على 3 بوينت تيك ات سيفاك كمان هيت ذا شوت بوم حلو لسيفاك حلوة على 3 بوينت 25-19 للهومنتمان حامل لعب بطولة الأندية العربية فيري نايس ديفنس اللي عم بصير من إلي ستيفان رائع الديفنس تبعه إلي ستيفان بياخذ العال فاول خطأ على الرقم 3 من الهومنتمان باتريك بعبود ببداية الكوارتر الثاني خطأ على باتريك بوعبود لصالح سفيان كورود اللي هو من فريق سلا المغرب والنتيجة 25-20 خمسة نقاط فرق للهومنت من بيروت ريباوند لباتريك بوعبود سيفاك جونسون يلي بجرب يطلع على بحط السله ريباوند بحاول يرسله بترجع لرقم 17 ويل سالومون نايس موف للاعب رقم 15 سفيان من سلا المغرب سالومون يعطي باس حلو لعلي رستم حلو اللي رستم بياخذ طابه سيفاك كريس جونسون بخدها على 2 بوينتس يس حلوة لكريس جونسون 27-20 27-20 لصالح الهومنتمان كوارتر الثاني من المباراة أول مباراة عم تصير للهومنتمان مع سلا المغرب من أفضل فرق ببطولة الأندية العربية نايس موف فيري نايس موف والخطأ على نشوف على مين إذا على رقم 3 باتريك ولحود باتريك وعبود عفوا نمبر 3 باتريك وعبود الحكم اللي ما بيحسب الوقت بيشوفها بيحسب الفاول الخطا للاعب رقم 22 اللاعب المحترف موجود موسى عبد العليم يلي هو مع فريق سلا المغرب سبعة وعشرين عشرين لصالح الهومنتمان
7 دقائق و 50 ثانية لنهاية الكوارتر الثاني والهاف تايم. ما بيحطها حلو حلو مالتر هاتش لسيفاك سيفاك لإليريستوم لسيفاك اللي عم بيلعب بوينت جارد على الوان جيرو بياخذها تحت السلة. كانت حلوة الموف كانت حلوة الموف يبرم تحت السلة ويحطها رقم 17 ويل سالمون محترف بيلعب بروفيشنال بنادي بجمعية سلة المغرب لاعب الان بي اي رقم 15 سفيان بياخذها تحت السلة بجرب بحطها الريباوند فيري نايس ريباوند من جيرو اللي رستم بياخذها لهاج بيعطي باس لبرا باتريك بو عبود على 3 بوينتس اي اللي موجودة هلا مع سلة المغرب الفريق اللي عم يلعب ضد هومنتمن اول مباراة لهومنتمن وسلة المغرب اللي بنفس المجموعة 27-20 لصالح سلة المغرب نمبر 17 سولومون بيعطي لموسى عبد العليم نمبر 10 بياخذها على 2 بوينتس ريباوند ل بتطلع لبرا بيرجع بفوت فيها كمان رام عشا محمد بودرات والتر هاج رستم على 3 بوينتس عصيري شوي ريباوند بجرب من باتريك بوعبود ما بيخدها طابة لصالح الهومنتمن سالمون يلي بيكمل على السلة بيروح اللاعب الامريكي اللي بيلعب مع جمعية سلة المغرب ونتيجة 27-22 لصالح الهومنتمن تايم اوت بهالوقت طلب من جوم جايس مدرب فريق الهومنتمن ونتيجة 27-22 لصالح الهومنتمن هذه البداية والافتتاح بطولة الأندية العربية 31 اللي عم تصير على أرض بيروت نحن وياكم مباشرة من ملعب بلدية الشياح بدي أذكركم أنه حامل اللقب هن الهومنتمن اللي تلاقوا بالمباراة النهائية السنة الماضية مع سلة المغرب وكان ربح فيها الهومنتمن ولا تقدم للهومنتمن 5 نقاط سيفاك لهاتش نمبر 15 يلي بيخدها باتريك بوعبود لرستوم يلعب جارب يلاقي حدا تحت واقف على اللو بوست رستوم بيعطي تمريره حلوه كثير لسيفاك ريباوند طابه مقطوعه من الي رستوم على 3 بوينت اي ماي شوت كانت اوبن شوت لوالتر هاتش يلي بيشوط والطابه بترجع مع نمبر 17 ويل سالمون لاعب الامريكي المحترف مع سلة المغرب اللي لعب قبل الـ NBA تورونتو رابترز وساكرامنتو كينجز
طبعا مع نمبر 7 زكريا المصباحي على 3 بوينتس كمان حتى مع انه بلش بداية كثير منيحة وكثير مهمة. موسى عبد العليم اللاعب اللي بيلعب مع المغرب. باتريك وعبود بكمل على السلة. اي ترن اوفر مش مطرح على الترن اوفر. باتريك ابو عبود اللي كان بلش كمان بداية مهمة كثير 3 بوينتس ورا بعض. اليس تمام بحضر حاله لحتى يفوت بهالواد هون على 2 بوينتس. نمبر 7 زكريا المصباحي من سلة المغرب. سيفاك عم بيلعب على الوان. هاتش بهالواد عم بيلعب 2. جونسون بيطلع لفوق انه هو 5 سنتر. باتريك معبود لسيفاك بيعطي على لو بوست. فيري نايس شوت حلو لليبرام. 13 بالمومنتمن الامريكي كريس جونسون يلي بيسجل نتيجه 29-24. اكسلنت باس 22 موسى عبد العليم يلي بيعطي التمريره وسله بتتسجل لسلة المغرب. 29-26 4 دقائق 15 ثانيه لنهايه الشوط الاول الكوارتر الثاني. جونسون نايت شوت كمان مش عم ياخذها. هودج تحت السله والطابي بالاوت كان دايس برا على سيح. ويل سالومون من فريق سلة المغرب تبديل بهالواد بيطلع فيه سيفاك اللي كمان لعب بشكل كثير منيح. سيفاك بيفوت الي ستيفان. هاج الي ستيفان بياخذها على 3 بوينتس. اي تشكون شوي هيك عالنا شوي الي ستيفان. باتريك وعبود هاج الي ستيفان كمان بجرب من مات شمال يفوت مقطوعه طبي مع سلة المغرب. موسى عبد العليم بفوت بسهوله وبسجل. شوي شوي هبطت هيك الهومنتمن على التيرن اوفر. يمكن 2 أو 3 تيرن اوفر ورا بعض كانوا بهذا الثاني كوارتر. دعم شوي صغيره يعني قله تركيز بس قدر يرجع لانه بلشوا بشكل كثير منيح والتمريرات واللعب والتيم وورك. شوت اون باتريك وعبود كمان عم تطلع قصيره. إلي ستيفان فاول فاول قاسي من إلي ستيفان على لعب رقم 9 اذا ماني غلطان محمد شوعة. إلي ستيفان كريم زينون بفوت بهالوقت مع إلي ستيفان. إلي اللي عنده 2 فاول خطأ اللي كان قاسي واللعب رقم 10 محمد دودار. رميتين على الفري ثرو مع فريق الهومات اللي عم شوفهم هيك مجمعين حد بعض بده يرجع هيك يعيد النفس ويعيد المعنويات للفريق لحتى شوي صغيره مره هيك دقيقتين او 3 دقائق برات التركيز كل الفريق. الخطا يلي كان قاسي يلي شفناه خطا متعمد على الفريق. كمان البوسيشن من برا رح تكون لصالح سلة المغرب مع نمبر 7 زكريا المصباحي بياخذها من برا. تبديل رقم 10 يلي بيطلع محمد نودان فوت رقم 4 عبد الرحيم نجاح. ثلاث دقايق واربع ثواني لنهاية كوارتر الثاني الشوط الأول من المباراة بين الهومنتمن وسلة المغرب. نتيجة 29-20 كان التقدم لصالح الهومنتمن قبل 5 نقط. سولومون زكريا المصباحي بيعطي لموسى عبد العليم رقم 4 بياخذها على 2 بوينتس. بيسجل عبد الرحيم نجاح اللي فات هلا من شوي محل رقم 10 محمد دودار والتقدم بيكون بهالوقت من وقت طويل يعني من اول ما بلشوا كان فرق نقطتين لسلة المغرب بس رجع الهومنت سابق كل الوقت بهالهاف تايم. والخطا لصالح
كريس جونسون. كريس جونسون اللي قبل لعب بورتل تريل بليزرز لعب بالان بي اي. هات على 3 بوينتس طلع شوي هيك عم تروح تجري، لازم تكون اعلى، لازم تكون من اللي هيك مهنطرة، لازم تكون ارك 3 بوينتس شوي عم تكون تعبانين من الهوم ادمن. نمبر 4 بيردها ل موسى عبد العليم. موسى عبد العليم وكريس سالمون على 3 بوينت ريباوند لإلي ريستوم. جود وان إلي ريستوم، بيعملوا سكرين فوق حلوه حلوه لجونسون، فيك تكمل فيها. لعبه ما انها مضبوطه ابدا، ياخذها كيف رودريجو عبود، يعني ما كان في زوم ابدا، يرجع يعطي يعطي الباس. كانت لعبه ما انها مضبوطه ابدا من الهومنتمن، وكانت ايزي شوت، بنعطى كذا باس تحت جوات الزون. تبديل بهالوقت رقم 22 لاعب المحترف مع سلا المغرب، بيطلع بفوت رقم 5 ياسين عبد الرحيم نجاح، بسجل اول فري ثرو، ونتيجه 3 نقط فرق لصالح سلا المغرب. 4 نقط 2 ريباوند 1 بلوك شوت لعبد الرحيم نجاح. هاج جونسون اللي عم يلعب فوق، هل لرستم موف تحت السله، بتطلع عصيري شوي بترجع لصالح سلا المغرب. ثلاث نقط ما بتنحط، ريباوند لرستم اللي عم يجيب ريباوند كثير منيح. طيب ينزل فاست بريك، والتر هاج يعطي جونسون على اللو بوست، بشوط على 2 بوينتس دعانا ريباوند ياسين يلي بيكمل فيها، بيردها لرقم 4 نمبر 4 على 3 بوينتس، وريباوند لجونسون. شوطه كانت برا من عبد الرحيم نجاح. الوقت اللي بعد في 52 ثانية لنهاية الشوط الأول من المباراة. هاتش هيدي فول ما بيحسبها الحكم، هيدي فول ما بيحسبها الحكم، وسلي لزكريا المصباحي. تايم أوت لجوم جاعس لنادي الهومنتمن، نتيجة 5 نقط من بعد ما كانت للهومنتمن، بقيوا على 29. هذا الخطأ يلي ما حسبه الحكم، والفاست بريك تروح مع زكريا المصباحي، بيسجل نقطتين بالوقت المستقطع لجوم جاعس. بتهي وقت المستقطع اللي طلبه جوب جايس قبل نهاية الشوط الأول من المباراة، 34-29 لصالح سلا المغرب. عم نشوف قبل كنا شفنا التيرن اوفرز هون 8 صار على سلا المغرب، 6 على الهومنتمن، وبالنسبة للريباوند تقريبا قد بعض 25-24 ريباوند للفريقين. كنا شفنا الستاتستكس اللي عم نشوفه قدامنا على الشاشة، 5 نقط وقفوا على ال 29 فريق الهومنتمن، بعد ما كانوا 29 24 5 نقط وقفوا على ال 29. 34 لسلا المغرب. زينون بفتش على هاج اللي بفوت على سلة حلوة. يس بوم نمبر 13 بيت جونسون بدنك ولا احنا هيك فرق 3 نقط. طابة مع ياسين عم يعمل عليه ديفنس، هاج بفوت على سلة بيعطي تمريرة على 3 بوينت. زكريا المصباحي بسجل 3 بوينتس، 3 ثواني رودريجو عبود على بجرب ياخذها. الشوط الاول من المباراه بيخلص لصالح فريق جمعيه سلا المغرب 37-31
هاف تايم. تيست 1 2 ايوه الو 1 2 هو انت من مساء الخير هو انت من هلو هيدي اياها الحماس اللي عندكم اياه هو انت من مساء الخير هو انت من ابطال لبنان والعرب مساء الخير هم انت من ار يو ريدي رح بلش انا وياكم على الهاف تايم جايل يلي موجوده معي جايل خوري الصبيه الحلوه اللي عم بتشوف هو ايه ارفع ايدك انت مبسوط فيها ايه جايل رح تكب الطابه لورا اللي بيلقى الطابه رح ينزل لعنا عنا فري ثرو $50 ثري بوينتس $100 نص الملعب $500 هم انت من مساء الخير حلوه هلا صارت ايه اوكي جايل 3 2 1 جو انزل لعنا انزل هاللون الحلو يلي هو لون الهم انت من يلي رافع اسم لبنان مساء الخير شو الاسم؟ زاد كبيري لساكو اول شيء ساكو على الفري ثرو اذا بتحطها $50 ركز منيح ساكو فري ثرو كمان 3 2 1 بعد وحده ساكو بعد وحده عم قلنا طارق يلا ساكو شو بجيب لك اياها انا خيي بنلملك طبين اوكي ساكو على الفري ثرو تاني وحدة اذا بحطها $50 ايه ساكو
قديه صار ربحان ساكو لهلا؟ لا 25 25 إله 25 إله ولو؟ ما أنتم بتفهموا. ساكو 3 بوينتس $100 ثانك يو ساكو. جايل بعد ولا لا؟ خلص بكفي بكفي. بس بدنا نوطي شوي ساكو لو سمحت الموسيقى. بس بدي اقول لكل الموجودين اليوم عم بيشجعوا الهوم انتمان عم بيشجعوا نادي بيروت، انا بعرف قديش موجود فيكم هالشغله الانسانيه، وباسم اداره الهوم انتمان باسم اداره الهوم انتمان واداره بيروت راح اقول لكم انه راح يكون في بكل مباريات هوم انتمان وبيروت عم نبرم مع صبايا لحتى ندعم صبية نعتبرها أخت لنا، لأن كل واحد منا عنده إخوة، كل واحد منا بيشعر بالمرض. فبتمنى عليكم لما يبرموا لعندكم الستات أو الصبايا إذا فينا نساعد ميشيل الحجل كلنا سوا للتغلب على مرض السرطان لو سمحتوا، بكل محبة بكل محبة وبطريقة كتير لايقة رح يبرموا من حدكم هلأ. عودي نحن وياكم كل عم بيشوفونا على الوان تي في، مباراة اللي عم تلعب بطولة الأندية العربية الـ 31 مباشرة من بلدية الشيح من بيروت. عم نكون نحن وياكم مع فريق الهوم انتمان وفريق سلا جمعية سلا من المغرب، والنتيجة 31 الهوم انتمان 37، 6 نقط فرق لصالح سلا المغرب من بعد ما كان بالشوط الأول الكورتر الأول متقدم فريق الهوم انتمان. مباراة اللي عم تلعب لكن مثل ما ذكرنا بلدية شيح بطولة الأندية العربية، وحامل اللقب اللي هو فريق الهوم انتمان عم بيلعب ضد سلا المغرب اللي تلاقى هو السنة الماضية بتشرين الأول أو تشرين الثاني التقوا بالمباراة اللي صارت مباراة النهائية. مباراة النهائية اللي ربح فيها الهوم انتمان على سلا المغرب. سلا المغرب متقدم بفرق 6 نقاط. أو دي اللقطات اللي عم نشوفهم من أول شوت على السلو موشن ولا أحلى من هيك. هيدا هاج لعب جونسون. واللعبة الحلوة من هاج كمان عم نشوفها كيف بكمل فيها على السلة، بداية حلوة كثير وقوية للهوم انتمان.
السلة المغربي اللي عم شوفه هون تحت السلة كمان رجع بآخر الكوارتر الثاني دانك، ولا أحلى من هيك لكريس جانسون. عم شوف كل الوقت كنا هون على الملعب وكل هيك الدعايات اللي عم تمروا، في دعاية كتير مهمة عبر الوان تي في كمان ومنقولها عبر الام تي في، وهي الدعم يلي كتير عم نعطيه بطريقة إنسانية وطريقة قريبة كتير لحتى نشعر ونحس ويكون في إيمان ويكون في قوة ويكون في إرادة عند ميشيل حجل. فايت against cancer، ضد الكانسير يلي ما رح خليه كلنا سوا يتغلب على ميشيل، بالأساس هي ما رح تخليه لأن هي عم تكون أقوى منا، فعم نكون بدعم وعم نكون إحنا كلنا سوا، مش بس عم نشجع بطولة الأندية العربية، عم نشجع ميشيل all the way against cancer. هذه اللقطة اللي عم نشوفها بآخر المباراة، بآخر عفوا الشوط الأول اللي صار، والتقدم والترن أوفر اللي كان 6 ترن أوفر على الهومنتمن ببداية الشوط الأول، 7 ترن أوفر على سلة المغرب. من بعد المباراة رح نكون بعدين على 9:30 مباشرة عبر الام تي في، مباراة الافتتاح اللي رح تكون الرسمية نادي بيروت والأهلي من سلطنة عمان. باتريك سيبا إز ريدي، هلا واقف حدي لحتى عم يتحضر مشان المباراة رح تكون 9:30. كل الناس عم تكون عم تحضر، واليوم الجمهور الكبير يلي موجود للهومنتمن بالارض الملعب. واللافت كانت بداية المباراة، اللافت من الهومنتمن يلي قد ايه عندهم هالوطنية الهومنتمن وكل الجمهور كمان اللبناني، والهومنتمن بشكل خاص كان في هالتحية والمبادرة الحلوة ببداية اللقاء، وكانوا حاملين هيك التعاطف وإذا بدكم هالشيء اللي صار مع أهم مطربين العصر يلي مرق شارل أزنافور، وهو من أصول أرمنية ومطرب فرنسي مهم كتير يلي توفى امبارح عن عمر 94 سنة. شارل أزنافور بكل الأغاني ومسيرته الفنية يلي ما نسي أبدا الناس والعالم والإنسانية والقضية الأرمنية وكل يلي صار، فتحية لروح شارل أزنافور. مباشرة من بلدية الشيح من بيروت، بطولة الأندية العربية ال 31 يلي عم تصير عم تشوفوها عبر شاشة الون والام تي في حصريا. البارود عم يكون معكم شرط، واليوم رح نكون من بعدها بمباراة كمان بين نادي بيروت ونادي الأهلي العماني يلي عم يشارك من سلطنة عمان، ورح نكون نحن وياكم بداية الشوط الثاني، بداية كثير كانت موفقة لصالح فريق الهومنتمن، بداية حلوة مهمة كانوا متقدمين كمان، لا يعني أول ما بلش الكوارتر الثاني كان الفرق 5 نقاط لصالح الهومنتمن، رجعوا فريق سلا المغرب قدروا يحافظوا يركزوا أكثر وطلعوا 6 نقاط على الهومنتمن. المباراة اللي عم تشوفوها هلا يمكن من احلى المباريات اللي عم تصير بالبطولة. هذه المباراة يلي السنة الماضية كانت بهيدي النسخة 30 لبطولة الأندية العربية، كانت مباراة نهائية بين الهومنتمن وسلا من المغرب، كانوا ربحوا الهومنتمن، وفريق سلا المغربي اللي ربحان آخر 7 بطولات بالمغرب كمان آخر 3 مرات ما كان هيك يعني قدر يتوفق ليحرز بطولة الأندية العربية 3 مرات بال 2014 16 و17 خسرها، بس سلا المغرب هو بطل
الأندية الأفريقية. بداية الكوارتر الثالث بوسيشن مع فريق الهومنتمن، نتيجة 6-12 لصالح سلا المغرب. ذكرتوا انه عم يلعبوا بنفس المجموعة، فريقين قوية كثير. والتر هاج لاعب هم كثير، عم يلعب 1 مع الهومنتمن، بتعرفوه ببطولة لبنان كمان. هدي ستيفا باتريك وعبود، هاج يلي بيخدع ما بيحط، ريباوند لا ياسين، تمريره حلوه كثير وطابه لصالح المغرب، لصالح سلا المغرب. طيب الاوت، رقم 17 سلمان لاعب الامريكي مع سلا المغرب. ياسين سكر عليه فتيك بعبود، ديفنس على لو بوست نمبر 4 بجرب انه يخدع، جود ديفنس من هاج. رقم 17 سلمان اللاعب الامريكي اللي بيسجل 3-12 لصالح سلا المغرب. نتيجه 40-31. جونسون تمريره حلوه لريستو نمبر 9 بخدها، جونسون على 3 بوينتس ما بيحطها، ريباوند لنجاح، نجاح بيعطي عبد العليم بيكمل فيها والطابه بالاوت. عبد العليم بيطالب فاول، ما في فاول، طابه بالاوت لصالح سلا المغرب مع ياسين. حكم مع سبق فاول بس الاوت كانه كمان الطابه لازم ضربت بيجو للاعب من سلا المغرب. عبد العليم بيفوت على السله، شو هاللاعب الحلو، شو هاللاعب الحلو النمبر 22 بيلعب مع سلا المغرب، والنتيجه 11 نقطه لصالح سلا المغرب. هاج بيعملوا اب سكرين، كان جونسون ريستوم بيعطيه لاستيفا على 3 بوينتس، شو حلوه لاستيفا على 3 بوينتس بوقتها لالي ستيفا. 42-34 تمنى ياسين اللي بيلعب 1 مع سلا المغرب لسولومون الامريكي، بيعطي لنجاح، بترجع لياسين بيلعب زون ديفنس فريق لومنتمن بهالوقت. اي جود ديفنس، والخطا على باتريك بوعبود، دبل شوت. هذا عم نشوف على عرض بطيء، نرجع نشوف باتريك بعبود والفاول، اللاعب رقم 6. سفيان بتسجل اول وحده على من الفري ثرو من 2، الخطا كان لباتريك بعبود. باتريك بعبود اللي صار عليه 3 اخطاء. بهالوقت جيران حديديان بفوت محل باتريك بوعبود. سلمون تمريره حلوه كثير بيعطيها وسلي حلوه لسفيان، لعب رقم 6 مع سلا المغرب. 11 نقطه برجع الفرق لصالح جمعيه سلا المغرب. اللي ستيفا هاج اللي رستوم، هاج بيعطي التمريره لجيرو بجرب ياخذها من تحت السله، بلاك شوت من نجاح. عبد العليم لاعب الاجنبي مع سلا المغرب لياسين، عم بيعمل عليه ديفنس اللي ستيفا. اوه دنك قويه وحلوه لعبد الرحيم نجاح. تايم اوت بهالوقت لجوم جايس من الهومنتمن، تايم اوت بوقته، نتيجه 47-34 لصالح سلا المغرب.
it's every time we're in a handicap with this side screens. That's one. Defensively here, when we ran one down, when Wall receives the ball, you're there, Muslim. He's going to come off Walter from elevated. Don't go this side. Let's do it again. Let's do the same again. Let's go. It's all about defense, Gio. It's all about defense. Let's go. هذه المباراة عم نشوف الاوفنسيف ريباوندز 19 لسلة المغرب 17 للهومنتمن اوفنسيف ريباوند نتيجة 37 47 34. تايم اوت ان شاء الله يكون منيح كان من جوم جاعز. لازم الهومنتمن يرجعوا يفوتوا بجو المباراة اكثر, كانوا افضل, كانوا هيك اجريسيف اكثر فريق الهومنتمن. رجع سلة المغرب من يعني اخر ثاني كوارتر, طلع فات بثالث كوارتر كمان بطريقة أكثر أجريسيف فريق سلة المغرب. الاستيفاء جونسون الاستيفاء بيعمل له أب سكرين جونسون, جيرو حديديان بفوت ما بيحسب الحكم فاول. ياسين لسالومون, سالومون على 3 بوينتس, بيسجل سالومون 3 بوينتس. اثنين سالمون مهمين, لعب مع سلة المغرب. فاول خطأ لصالح والتر هاج. نتيجة 50-34, 16 نقطة بهالوقت لصالح سلة المغرب. هذا الخطأ يلي عم شوفه فاول على اللعب رقم 6 سفيان من المغرب. هاج 2 بوينت 3 باوند 3 ريباوند 4 اسيست. هاج اللي ناطرين اكيد بتعرفوا قديش بيكون في هداف وقديش على 3 بوينت وقديش اجريسيف وكمان بالدرايف وقديش سريع. بعده ما فات بالجو مضبوط هاج. خمسين 35 ياسين يعطي سولومون, اللاعب الامريكي اللي عم يلعب بشكل ممتاز. ريباوند لباتريك وعبود, طالب بتطلع بالاوت لصالح الهومنت من بيروت. هومنت من بيروت اللي عم يتابعنا هلا على الوان تي في, نحن وياكم مباشره من بطوله الانديه العربيه ال 31 اللي عم تصير على ارض بيروت. والنتيجه 15 نقطه فريق سلة المغرب على الهومنت. هاج بيفوت طابي بالاوت لصالح الهومنتمن. الحسن اللي بيحسب تكنيك الفاول لصالح فريق سلة المغرب. تكنيك الفاول على الجهاز الفني للهومنتمن. عبد العليم ما بيسجل, بوسيشن طابي برا لصالح سلة المغرب. ياسين لاعب سلة المغرب, والخطأ على والتر هاتش لصالح ياسين. عم يقدر يطلع طابي بشكل كثير منيح, عم تشوفه لياسين لاعب ممتاز عم يلعب بوزيشن 1 مع فريق سلة المغرب. سالمون بيعطي نجاح ياسين, بيرد لسالمون. سالمون عم يجرب يخدع على 3 بوينتس. ياسين حصيري ريباوند لصالح الهومنتمن, يحاول يقطعها ياسين, تطلع على الطابه لصالح الهومنتمن, بكمل مع هاتش. يلا هاتش, يلا كمان لازم تفوت بجو المباراه اكثر. فريق الهومنتمن بده هيك يعني مثلتين يقدروا يفوتوا بالجو فيها, يسجلوا ياخذوا شويه معنويات. باتريكو عبود رستو يحاول يخدع على 3 بوينت مع فين, طابه لبرا, قطع على سفيان نمبر 6 بفريق سلة المغرب.
تبديل بفوت رقم 7 زكريا المصباحي من فريق سلا. رستم هاتش اب سكرين. باتريك بوعبود بجرب بخدع على 3 بوينتس لرستم. رستم على 3 بوينتس قوي شوي. هاتش بياخذ الاوفنسيف ريباوند بس بحطها برا. ستيلز اللي عم نشوف قدامنا كمان 7 ستيلز لسلا المغرب، 5 ستيلز للهومنتمن. عبد العليم لنجاح، نجاح بخدها فاول، اوفنسيف فاول على اللاعب رقم 4 عبد الرحيم نجاح لصالح باتريك بوعبود لصالح الهومنتمن. عم نشوف على العرض بطيء، شوفوا بيكوكو بيعمل بعدين مش هلا لقلبه ليكو لقلبه. هيدا فوق اوه هي قتلي هي. رستم اب سكرين من جونسون. رستم بجرب يكمل فيها على السله. باتريك بوعبود قصير شوي. ريباوند مع ياسين، ياسين لعبد العليم قطع فاول. القضايا اللي بيحسبوا على الرقم 8 اللي هو الي رستم من الهومنتمن. طابي من الاوت لصالح سلا المغربي. عم نشوف النتيجه قدامنا 50-35. وقول الثلاثه فاول 4 دقائق و7 ثواني. ياسين نجاح لياسين للاعب رقم 7 المصباحي. نجاح ياسين اللي بيلعب بوزيشن 1 مقطوعه من الي رستم. كمان الي كمان جو بيكمل فيها. حل 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 لا واتر هات يلي بينزل الفرق ل 13 نقطه. قبل 3 دقائق و 35 ثانيه لنهايه الكوارتر الثالث. طابي لصالح الهومنتمن والخطأ على اللعب رقم 6 اللي هو سفيان على 3 أخطاء. سفيان من سلا المغرب 3 أخطاء 50-37. ستيلز 7-6، 7 لسلا 6 للهومنتمن. زينون بيعطي الريستوم، ريستوم مع أب سكرين بيعملها جونسون. رستم على 3 بوينت كمان بوم بوم بوم. الي رستم اللي بسجل 3 بوينتس والنتيجه 50-40. شو حلوه على 3 بوينتس بوقتها لرستم. كمان جونسون ريباوند بتطلع هير بول شوت من اللاعب الامريكي سولومون. الي رستم فيري نايس باس. شو حلوة يا رستم بوم. ولي رستم والهومنتمن شرج بوت نايس. هومنتمن بيفوت باس نايس باس اكسلنت باس والدنك من ورا من جونسون. شو عم تعمل يا رستم وجونسون. What a nice game! شو هاللعبة الحلوة والذكية كثير من الي رستم والفريق الهومنتمن حامل لعب الأندية العربية، بطل الأندية العربية. السنة الماضية بينزل الفرق ل 8 نقط 50-42. Thank you.
اوفنسيف ريباوند 20 للهومنت من 22 قراب. فريقين قراب من بعض والمستوى حلو كثير. الهومنت رجع فات بجو المباراه. بعدين بدي اذكركم كمان رح نكون احنا وياكم من المباراه اللي رح تكون على الام تي في مباشره على 9:30 بين بيروت والاهلي من عمان. ياسين للمصباحي. Very nice defense من كريم زينون. Good one, good one. طب اللقطة صالح الهومنتمن. جمهور الهومنتمن ولع بملعب بلدية الشياح يلي عم تكون المباراة. هاتش يعني تفوت بجو المباراة أكثر وأكثر. هاتش حلو الريستو دعانا دعانا الفيك حلو. فيك حلو بس طبي بيخدها منه نمبر 15 ياسين لسالومان. منيح زمطنا. هاتش شو هالباس الحلو من هاتش لجونسون. باتريك معقود ياي كانوا شوطاته بأول هاف تايم هيك عم يطلعوا مرتاحين أكثر. نمبر 7 زكريا المصباحي كمان بيسجل 3 نقط لصالح سلا المغرب. هاتش والأحلى من هيك لهاتش لعب الهومنت من والتر هاتش. بنزل الفرق ل 9 نقط. ياسين بشوف لمين بده يعطيها بيرجع بيلعب بوزيشن 1 ياسين. هاتش عم يعمل بعدهم عم يجربوا يلعبوا الزون ديفنس عم يلعبوا الهومنتمن. بتاخذ ريباوند لجونسون. هاتش بجرب ينزل فيها بيروق. اوه يا تعانا. It was a very nice play من نمبر 7 كريم زينون اللي بيعطي الباس الحلو لجونسون نمبر 13 بتزحف منه طابه بتطلع بالاوت. طبي مع الهومنتمن ريستو برا يعطي هاتش بجرب يفوت فيها هاتش والفاول خطا. والدر هاتش اللي بياخذ الفاول خطا على موسى عبد العليم لاعب اجنبي مع فريق سلا المغرب كثير مهم. هاتش على الفري ثرو فرصه لينزل الفرق لسبع نقط. كمان هاتش يس اول وحده بيسجلها من نقط فرق. ثاني وحده كمان هاتش عم شوف النتيجه قدامنا 53-46 سبع نقط نزل الفرق. جود ديفنس من الهومنتمن عم يعملوا بريس من اول ملعب. هاتش على سالومان. كمان كمان ديفن ديفن عبد العليم بكمل فيها زينون يعطي هاتش بكمل هاتش على حلوه لهاتش بوم بوم. شوفوا هالسله يلي راحت على الفاست بريك بسجلها هاتش. الفرق بينزل للخمس نقط من بعد ما كان وصل لل 15 نقطة. حكم ما بيحسبها ولو حكم ما بيحسبها حكم ما بيحسب الزون. اوه ريباوند للريستوم شو حلوة طار الريستوم. باتريك وعبود باتريك باتريك سريعة سريعة شوي كمان تيك ات ايزي 53-48 مباراة اللي عم نشوفها قدامنا بين الهومنتمن اللي عم تشوفوه باللبس الاسود وسلا المغرب الاحمر بينزل الفرق. الهومنتمن بيرجع بفوت بالجو. رستم يلي بشوطها باخر ثواني من الكوارتر الثالث. شوفوا هون شوفوا هون شوفوا هون
هيدي لازم تكون لصالح الهومنتمن. الحكم ما بيحسبها. مع الكورت الرابع والاخير يلي راح يبلش بهالوقت ومكملين احنا وياكم. كنا عم نشوف كمان عم نشوفه بالملعب كل الوقت اللي عم يمرق فايت وذ ميشيل، كلنا مع ميشيل. انا وكمان في حد صبيه حلوه كثير 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 جايال خوري يلي بتاخذ العقل رح تكون معي بالمباراه هاي وكل المباريات وكل الانترفيوهات بشكل ومضمون وجمال وكل شيء عم نتساعد مع بعض بالباسكت بول بطوله الانديه العربيه. وكمان بتدعيكم جايين لحتى نكون بالفايت وذ ميشيل مشان نقدر نقضي على الكانسر ان الله راد كلنا سوا. بوسيشن مع سنة المغربي 53-48 كوارت الرابع والاخير. نمبر 22 بياخذها على 3 بوينتس ما بيسجل. عبد العليم ها حرام 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 هيدا تيرن اوفر هيك 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 بلا طعم بيقولوا له بلا طعم. 55-48 لا 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 اثنين تيرن اوفر ب 20 سكندز. الجمهور يلي عم بيقوم عم بيعارض الحكم يلي بيحتسب الحكم التيرن اوفر لصالح سلا المغربي. جمهور لومنتمن اللي منه راضي ابدا على قرار الحكم اللي اخذه لصالح فريق سلا المغربي. النتيجه رجعت طلعت لل 7 نقاط 55-48 2 تيرن اوفر ورا بعض ب 20 ثانيه على الهومنتمن. يعني هذه كانوا لصالح هذه كادو عم نرجع نشوفها كان اخذها منه والحكم رجع حسبها لصالح سلا المغربي. هذا اللي عم يعرضوا عليه عم نشوف على العرض البطيء عم نشوف على سلو موشن. الجمهور اللي عم بيعارض على قرار وصفرة الحكم اللي صار لصالح بتمنى انه تهدى الاجواء اللي عم بيجربوا كمان مشكورين القوى الامنيه يهدوا الاجواء اللي عم تصير مطلوب ونتمنى من كل الاداريين والقيمين واكيد جمهور الهومنتمن بنحب انه يكونوا موجودين ويكونوا منيح ويكونوا مرتاحين. تهدئة من جمهور الهومنتمن بكل المسؤولين ونطلب انه يهدى الجمهور نتمنى انه يروح. نحن هذه الصورة اللي بنقدمها لبطولة الأندية العربية اللي عم تبلش من لبنان. بطولة الأندية العربية اللي وجه لبنان الحضاري على طول اكيد مع نادي الهومنتمن ونادي بيروت.
يلي بيمثلوا كل الفرق اللبنانية وكل لبنان. مباراة والاشكال الصغيرة اللي صار اعتراض من جمهور لومنتمن على قرار حكم كان انعطى لصلى المغرب، وعم يرجع يهدن على راد الجمهور بيرجعوا هيك بيروقوا الاجواء مع الفرق اللي موجودين اليوم عم نستقبلهم من كل اغلبية الدول العربية ببطولة الاندية العربية ال 31 لكرة السلة. مباشرة من ملعب بلدية شياح عم نكون احنا وياكم ببطولة الأندية العربية ال 31 اللي عم تلعب على أرض لبنان. هومنتمن مع سلا المغرب نتيجة 55-48 لصالح سلا المغرب، مع انه كان بداية مهمة كثير للهومنتمن. إشكال صغير القوى الأمنية واللجنة المنظمة أكيد مع الهومنتمن عم بيهدوا الأجواء لحتى تكمل المباراة. كان في اعتراض على الحكم اللي صفر لصالح، كان قراره لصالح سلا المغرب. تحضير من الحكام وهذا الاعتراض هون. الجمهور الهومنتمن واللاعبين عم يعارضوا انه الطابه كانت تكون لصالح الهومنتمن، الحكم حسبها لصالح سلا المغرب. مدرب اللي عم نشوفه قدامنا سعيد البوزيدي مدرب الفريق المغربي، شفناه من شوي هلا يحو شفناه قدامنا على الشاشه، كنا شفنا كمان جون جاعس هالمدرب كمان اللي عمل للهومنتمن والباسكتبول بلبنان. هل الشغف وكل شيء عطاه جو اليوم ما انه راضي على الهاف تايم الثاني اللي بلش فيه اكيد فريق الهومنتمن. هلا باخر 20 ثانيه كان في اثنين تيرن اوفر ورا بعض. نمبر 5 ياسين من سلا المغرب، ديفنس من لاعب الهومنتمن الاجنبي هاج، والطابه حلوه انت بترجع الطابه بس يكون في جود ديفنس. طابة لصالح الهومنتمن هاتش على الملعب في رستم رقم 13 جونسون سنتر نمبر 5 7 مع الزينون. الزينون بيطلع لفوق للرستم، رستم بيعمل له اب سكرين نمبر 13 جونسون مع هاتش. هاتش اللي بيخدع بيسكر عليه ياسين، هاتش اللي بجرب يخدع ما بيحسبها الحكم فاول، هاتش ما بيسجل. ريباوند لجونسون بترجع لهاتش. جونسون بيخدع اوه فاول، فاول والخطا على اللاعب رقم 15. مدرب فريق سلا المغربي شوفوا جونسون يلي بيعلى كثير، لاعب نمبر 5 مع فريق الهومنتمن. اول وحده بيسجلها على الفري ثرو بينزل الفرق ل 49-55، فرصة نزل الفرق للخمس نقط. ثاني وحدة بسجلها. مباراة اللي عم تصير قدامنا. الطابة مع فريق سلا المغرب. ديفنس من هاتش. قدام ريستوب. زينون وجود ديفنس من باتريك وعبود. كمان لياسين. ياسين بجرب ياخذ الطابة، ياسين يعطيها لعبد العليم، عبد العليم يسجل نقطتين، بس جود ديفنس عم يكون من فريق الهومنتمن. جونسون كمان بياخذ فاول والخطا لنشوف على اي رقم من فريق سلا المغرب.
على نمبر 15 كمان. جونسون نمبر 13 مع الهومنتمن، نتيجة 55-57. جونسون سجل أول فري ثرو، كمان عم يجرب ينزل الفرق للخمس نقط. سفيان يلي هو كمان لعب ارتكاز مع سلة المغرب يرجع بفوت، هو الرقم 6 للفري ثرو. حلوين لجونسون من الهومنتمن. ياسين ياسين بياخذها، عم تشوفوا هاتس جود ديفنس. نمبر 22 عبد العليم عم يسكر عليه الريستو. سفيان سفيان ووكي ما حسب الحكم. نمبر 7 والريباوند لمين؟ للهومنتمن. اوه بيضربها بايده لجونسون بيرجع بياخذها، والسله لصالح سلة المغرب. 7 نقط فرق. جود باس من ريستو. جونسون بالارض ان شاء الله ما يكون صار معه شيء. بيكملوا فاول خطا لصالح سفيان. جونسون بالارض. فاول على اللعب رقم 3 باتريك بوعبود. جونسون اللي بيرجع بيقوم، الحمد لله منيح جونسون. الفرق 7 نقط واثنين فري ثرو لسفيان من فريق جمعية سلة المغرب. أول وحدة بيسجلها 60-52. 7 دقايق و32 ثانية لنهاية الكوارت الرابع والمباراة. هذه مباراة الافتتاح بين الفريقين بنفس المجموعة، وفريقين كثير قوية. زينون على تريبول، حلو 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 لزينون، بنزل الفرق للفايف بوينتس. طالي مع عبد العليم تحت السلة، سفيان ريباوند جونسون، جود ريباوند لجونسون. وباس حلو باتريك هون هون باتريك بوعبود يلي بيعطي هاج بفوت فيها على السله. فاول خطا، والخطا خارج الملعب لصالح هاج يلي بياخذ للهومنتمن. نتيجه 5 نقط من بعد ما سجل زينون 3 بوينتس من زاويه الملعب. 5 نقط فرق لصالح هذا الفاول على لعب رقم 7 زكريا المصباحي من سلة المغرب. نايس باس. اوه فاول، هذا فاول متعمد بيحسبوه من الانسبورتسمان لايك فاول لصالح المغرب. كنت تشوفوا هون جونسون كانت راحت منه، رجع عمل الفاول. هلا هو اكيد في شوي هيك زيادة سفيان، ايه هيك شوي مع هيك هيك نكعة. سفيان ليه اللي عم شوفه رقم 6 من سلة المغرب. خطأ متعمد اللي كان على جونسون من الهومنتمن لصالح سفيان من سلة المغرب. سلة المغرب اللي عم تشوفون قدامكم باللباس الاحمر فريق كثير قوي، اخر 7 مرات بطل المغرب، بطل الانديه الافريقيه، خسر مع الهومنتمن السنه الماضيه ببطوله الانديه العربيه، بس جاي اليوم لحتى يحاول انه يربح بطوله لانه 3 مرات ما قدر يربحها. فريق كثير قوي متقدمين على الهومنتمن بفرق 7 نقاط. 6 دقائق 53 ثانيه بوستشن من برا لصالح سلة المغرب مع سولومون لاعب الامريكي. ديفنس عليه، عم يعمل على سولومون. زينون نمبر 7. ريستو على عبد العليم. سفيان والرام 10 بيسجل الكمين فولو اللي بيعملها بطريقه حلوه محمد بودار. بودار كمان عم يلعب مع فريق المغرب، عندهم لاعبين كثير مهمين كمان يلي عم يكونوا 3 بوينتس. بحاول زينون ما بيسجل. سولومون
رقم 5 حلو كثير وباس ولا احلى من هيك. سلمون على 3 بوينت ريباوند لرستوف هاتش يلي بيكمل فيها سريع على السله هاتش زينون هاتش على 3 بوينت زينون لرستوف كمان بيخدع على 3 بوينت ما بيسجل حلو كثير لجيرو جيرو عديديا شرار يلي بيسجل نقطتين والنتيجه 64-57 سفيان شو حسبها مش اوفنسيف فاول هي اوه حسبها على اللعب رقم 13 حسبها على النمبر 13 شوفوا طلعوا كان سب اوه مش خادم يعني مش بعرف صفيان طلعوا الزلمة خيي مش ما بعده مبلش طب ما في هذا الجهاز الطبي بالهوماتمن اللي عم بيحاول شوف شو بي شو فيه ان شاء الله ما يكون شيء كثير مهم لكريس جونسون والحكم اللي ما بيحسبها اوفنسيف فاول ما بعرف شو بدك تحسبها حق يعني ركبه بصدره بطلع ما بعرف وين يا اخي مش عم نعرف وين شوفوا ان شاء الله يقوم بالسلامه وما حسبها يعني لعيبه سنة المغرب تفضلوا تفضل تفضل ركبه مغربيه ببق ماشي مش معقول قفصوا مش عارف يعني مش اوفنسيف فاول هاي هو جونسون يلي بيطلعوا جو شوي لحتى يرتاح بيقول لهم اول رايت انه منيح البنش بوينتس عم نشوفهم 21 نقطه من البنش بوينت تبع لفريق سلا المغرب 9 نقط من الهومنتمن يعني البنش كثير 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 مهم عم نشوفوا قدامنا كريس جونسون يعني قدر يزبط منها كثير فيها تكون خطره هيدا الاوفنسيف فاول اللي يعني ما حسبه الحكم لصالح جونسون صفيان مش بس هيك يعني عرفتوا عم بيشوط شوط مش بس هيك عم بيشوط شوط طيب صفيان كورتون عم نشوفه دلنا 6 بوينت 9 ريباوند ريباوند جايب كثير 3 اسيست 5 دقائق 40 ثانية نهاية المباراة سنة المغرب 64 مش معقول يا اوفنسيف فاول كمان ينجاب بهالطريقة لصالح سنة المغرب يلي بيزيد الفرق ل 66-57 9 نقط زينون هاتش ريباوند لجيرار ما بيسجل مقطوعة بلوك شوت من النمبر 7 كريم زينون اللي بيعمل بلوك شوت على عبد العليم شوفوا من البلوك شوت مش رح نشوفها كمان بيجي وبلوك شوت قوية فولي بول من كريم زينون بيعمل بلوك شوت على موسى عبد العليم من سلا المغرب طب إلى سلا المغرب بالأوت والنتيجة 66-57 9 نقط لسلا المغرب ياسين عم بيعمل لا ديفنس هاتش بيعطي عبد العليم عم بسكر عليه الريستو عبد العليم بياخذها على 3 بوينت بيسجل 69-57 12 نقطة فرق لصالح سلا المغرب على الهومنتمن ببطولة الأندية العربية يلي عم تلعب على أرض لبنان بملعب بلدية الشياح إلي رستم
مقطوعة كمان تيرن اوفر. كمان بيحاول جيرار بيخدع ديفنسيف ريباوند وبتطلع طابي بالاوت. 69-57. 12 نقطة باتريك عبود بفوت محل اللعب رقم 14 جيرار حديديان. أربع دقايق وأربعة وعشرين ثانية عم نشوف قدامنا على الشاشة لنهاية الشوط الثاني والمباراة. 14 ثانية باقي لنرجعوا بياخدوها، بتبقى 14 ثانية مش 24. ياسين أوفنسيف فاول على اللاعب رقم 17 ويل سالمون من فريق سلة المغرب. سالمون اللي لعب ب فانكوفر غريزلز وتورونتو رابترز ساكرامنتو كينجز بال 2009 بالان بي اي ولعب بفرنسا كمان. باتريك بعبود للزينون، زينون بيخدع على 2 بوينت ما بيسجل. ياسين ياسين بيعمل عليه الديفنس زينون باخر 3 دقائق و50 ثانية من المباراة. سالمون على 3 بوينت ريباوند بيرجع بخدعة بياخذوا ديفنس ريباوند كمان على رواق بيرجعوا بيعدوها على ال 10 ثواني باقي على ال بلاك فايوليشن لفريق سلة المغرب. على 3 بوينت لحاله، شوفوا قديش عم يجيبوا ديفنسيف اوهو اوفنسيف ريباوند. عم نعدهم ورا بعض فريق الهومنت من ما في بوكس اوت. تمريره حلوه كثير، تايم اوت لجون جاعز والتمريره وصل. المغرب عم يلعب بشكل ممتاز بهالمباراه ضد الهومنت من. حريص مش بس بالنسبه لهالمباراه، لكل البطوله بطوله الانديه العربيه اللي عم يلعبها اللي فريقه بده يلعب صح. هيك جو عم يعطي التعليمات. كنا شفنا التايم اوت اللي طلبه قبل 3 دقائق و14 ثانيه من نهايه المباراه. النتيجه 71-57 لصالح سلة المغربي يلي هو وصيف بطل العرب السنه الماضيه. الهومنتمن كان بطل العرب بده يجرب يدافع عن لقبه هالسنه. الهومنتمن ان شاء الله مع فريق بيروت اللي مشارك من لبنان. هاج عم يسكر عليه ياسين مع سكرين فيري نايس بلاي. لعبة حلوة كثير، بيك بيعمل له بيكمل بيطلع عاش وبيعطيه تمريرة كثير حلوة. شوفوا على الأرض بطيء مع الدانك للنمبر 13 جونسون. نتيجة 12 نقطة فرق لسلة المغرب. سفيان فيري نايس موف من سفيان، فيري نايس موف سفيان المغربي يلي كمان بالطول عم يكون مقابل جونسون اللاعب الاجنبي مع الهومنتمن اللي ستيفان عم بيحضر حاله لحتى يفوت. رستوم بيعطي هاج كمان بيك باتريك بوعبود اللي بيخدع على 2 بوينتس اوه بيحاول الدعم بيكمل فيها ياسين. طبعا مع اللاعب رقم 10 محمد دودار
لا سالومون. سالومون لعب الامريكي اللي لعب ان بي اي، عم يلعب مع فريق سلا المغربي. سفيان، سفيان عم يخدها على 3 بوينت اير بول، طابي بيخدها بسجل نمبر 22 موسى عبد العليم. الي ستيفان بفوت بهالوقت، النتيجه 73-59. 14 نقطة الفرق، أكثر 16 نقطة الفرق لصالح سلا المغربي. الاستيفاء هاتش اللي بيحاول على 3 بوينت بسجل هاتش. 13 نقطة الفرق، دقيقة 24 ثانية لنهاية المباراة. هذه المباراة بدي أذكركم هي يعني بداية بعد بطولة الأندية العربية مباشرة على الوان تي في من بلدية الشياح. سفيان بيكمل فاول خطأ على جونسون، دقيقة 12 ثانية. فاز هذه المباراة بالمجموعة اللي موجود فيها الفريقين، موجود فيها سلا جمعية سلا المغربي، فريق المغربي وهومنتنا من لبنان. هول الفريقين اللي عم تشوفون هلا، كانت السنة الماضية الفينال وكان ربح فيها لأول مرة بتاريخه بطولة الأندية العربية هومنت من بيروت. جون جايس اللي عم بيريح اثنين الأجانب، أكيد ما عاد في زوم يبقوا موجودين بالملعب، جونسون وهاج ريحوا للمباراة الثانية، وكل فريقين عم بيريحوا كمان الأجانب. سفيان عم بيشوط، 13 نقطة فرق قبل دقيقة 12 ثانية لنهاية المباراة. سفيان كوردو 8 نقط. ال 2 بوينتس وعلى الفري ثرو 4 فروم 8 2 بوينتس 2 فروم 6 وكان عامل الريباوند بعتقد لحد هلا 11 ريباوند بالمباراة. سفيان لاعب مهم كثير. سبعة وسبعين 62 سلا المغربي على الهومنت من بيروت. فريقين تلاقوا على الفينال ببطولة الأندية العربية السنة الماضية. زينون بيشوط على الثري بوينتس ما بيحط. سالومون يلي بعدهم مخليه مدرب الفريق يلي هو سعيد البوزيدي من المغرب، مخليه من الأجانب على أرض الملعب ما ريحوا. المباراة انحسمت لصالح سلا المغرب. هيدي بذكركم ببداية بطولة الأندية العربية، ما في شيء محسوم لحد هلا أكيد. بيسحط اللاعب رقم 10 دودار. زينون بكمل على سلي. زينون نقطتين حلوين. اللاعب اللي لعب اليوم بشكل ممتاز من برا على 3 بوينت بالشوطات، بالديفنس اللي عملهم كمان كانوا موجودين. 15 سكندز كل اللي عم بيتابعوا معنا هلا، بذكركم على الام تي في رح نكون احنا وياكم على 9:30 بافتتاح بطوله الانديه العربيه فريق بيروت والاهلي العماني يلي رح نكون نحن وياكم لايف ومباشرة. بهالوقت جايل خوري رح نكون نحن وياه كمان مع انترفيو، جرب ناخذ مع مدرب فريق السلا المغربي اللي هو سعيد البوزيدي. والفريقين اللي عم يسلموا على بعض بشكل بهيك روح رياضية، والجمهور باخر المباراة جمهور هومنتمن كمان بزائف للهومنتمن. جايل وانترفيو مع مدرب منتخب السلة المغربي. ألف مبروك كوتش، اليوم لعبتوا جيم مميز، مع العلم أنه في لاعب كتير أساسي ناقص اليوم هو عبد الكريم زويتا، كيف درستوا هالجيم؟ المقابلة كانت صعبة لأن عارفين فريق الهومنتمن فريق جيد، هو الحائز على اللقب السنة الفارطة، غير من الجلد ديالو هاد السنة لأنه غير كثير اللاعبين، ولكن كيبقى دائما الفريق هو البطل. كان عندنا تخوف لانه البطوله ديالنا مازال ما ابتداتش في المغرب، وعندنا قله يعني التحضيرات مقابلات الحبيه، خاصه اللاعبين الاجانب ما لعبوش مقابلات تحضيريه كثير، لعبنا مقابله واحده وما عطاتناش يعني الوجه الحقيقي ديال الفريق السلاوي. عندنا المقابله الاولى اليوم، في البداية بدينا مقابلة جيدة، من بعد بان واحد الفتور على اللاعبين في الأداء،
طحنا في اللاعب الفردي، الشيء اللي خلى الفريق الهومنتمنت يتفوق علينا في الربع الثاني. من بعد رجعنا في اواخر الربع الثاني في اللقاء، نظن الفريق خديناه في الربع الثالث، فرضنا الايقاع ديالنا. نظن شيء عادي انه المقابله ما يمكنش نلعبوا في ايقاع واحد طيلة 40 دقيقه، وخاصه عندنا نقص في المقابلات. الشيء اللي كيخلي اللاعبين انه الاداء ديالهم يبان عليه فتور. نظن خدينا في الموني تايم المقابله في اليد ديالنا وعرفنا كيفاش نجريوها. هارد لك الفريق الهومنتمنت، كان اداء جيد ديالو مهما يعني غير تقريبا 50% من الجلد ديالو. كنهنئ اللاعبين، هذه المقابله الافتتاحيه بالنسبه لنا مهمه باش نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع المقابلات القادمه. نتمنى على الله باش اننا نوصلوا للمبتغى ديالنا ان شاء الله في هذه الدوره هذه. ثانك يو كوتش. مع مدرب الفريق اللي هو سعيد البوزيدي جايل، ثانك يو لك. رح نكون عم تابع معك كمان بكثير انترفيوهات ببقيه المباراه. بتذكركم المشاهدين انه رح نكون احنا وياكم على 9:30 مباشره عبر الام تي في، لنكون مع بطوله الانديه العربيه ال 31 اللي عم تصير مباشره من بلديه الشياح، كل لبنان وبيروت والعالم من كل المناطق اللبنانيه يلي عم يجوا يحضروا. بدنا نشوف نحن وياكم شوي الستاتستكس يلي صارت بالنسبه للفريق. هول الفيلد جولز اللي عم نشوف 3 بوينت بين الفريقين، اثنيناتهم راب 28-25%. بالنسبة للفري ثروز عم تشوف صلاة يعني ما كان منيح، لو كان منيح بالفري ثرو عم تشوف 12 من 24، يعني منه منيح ابدا بالفري ثرو صلاة، وقدروا انه يعملوا هيك فري ثرو. كان 73% عند الهومنتم، فينا نقول انه 11 from 15. الريباوندز هن افضل بأربعة، ديفنسيف ريباوندز كمان مثل بعض، اوفنسيف ريباوند 18 من 13. هيدي مهمة، انتبهوا الخمسه ريباوند اللي جبناهم وعم تحكوا يمكن جابوا فيهم هول 10 نقاط بيعملوا الفرق. تيرن اوفرز مثل بعض كثير منيح، تيرن اوفرز يعني مرتب ايه، عرفتوا كيف؟ انه عاملين 15 15، تو ماتش بالنسبه للتيرن اوفرز. ستيلز سبعه، ليكو ستيلز من سلا 12 ستيل بيعملوا سلا المغرب على الهومنتمن، كمان انا برايي كثير يعني وكتار ستيلز، بس ستيلز يعني اخذوا الطابه من الهومنتمن. بلوكس خمسه باربعه تقريبا قراب من بعض، بس كنا سمعنا المدرب يلي عم بيحكي مدرب بالهومنتمن عم بيقول انه المباراه كانت صعبه. مباراة تانية رح تكون كلكم ناطرينها، رح تكون مباشرة عبر الام تي في، مباراة ولا احلى من هيك، افتتاح بطولة الاندية العربية، البارود والام تي في والمخرج جورج خليل وكلنا وطارق وكل الموجودين هون، رح نشرد بعد شوي بتسعة ونص، كلكم تكونوا موجودين، مباراة حلوة كثير، افتتاح ولا احلى من هيك لبطولة الاندية العربية، لبطولة بتليق من لبنان. مباشرة رح نكون احنا وياكم من ملعب البلدي بشيح، ملعب بلدية شيح، كونوا معنا.
حبيبي بدي منك شغله، امبارح عملنا تيست بالملعب كان الصوت شيء واليوم شيء، يعني على الهاف تايم تعبت، تعبت بمعنى انه لا انا معك، بس ما انا امبارح كان مريحني ومعليلي، قال لي خيي ما خصني انا هو الام تي في الام تي. طيب انت فيك تجي ولا لا؟ شو بدك، شو بدك قول؟ ايه بس شو بدك قول؟ ايه افتتاح لا انه البطولة الاندية العربية راح يحطوها هلا، راح يحطوها راح يحطوها هلا يعني جايل جو طارق ما بدش كاسك ما بدي طارق 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 بس طلع فيي شوي اعمل طارق خليني ابرم لهونيك هد بارود وقفك بارود بس وقفك طلع طلع بالبنطلون لك بدي سنتور يا شباب جوانا بدي سنتور بليز ضروري لايك خيي اللي بدك يمشي حبا يلا بده دقيقة بشوف دقيقة دقيقة بحط سنتور جورج دقيقة حبيبي اشتقت لك كيفك انت؟ منيح حبيب قلبي هلا عم بصور ايه عم بسمعك عم بسمعك عم بسمعك اذا في مجال ايه كيفك هابي هابي على الهندسه هابي تست 1 2 1 2 3 رح نكون احنا وياكم بعد مسلسل كارما مباشره ببطوله الانديه العربيه من بلديه الشياح منيح بدنا نعمل تيست
يلا يسعدوا لحفل فاعملوا معروف الكل يلا تو توب تابعونا من بعد مسلسل كرمة مباشرة على